منتخب الخوارزميات الصغير يشارك في هونغ كونغ. التعصب الرياضي في تشجيع المباريات ومتابعة المبتعثين والمبتعثات للرياضة في الخارج. وعبد السلام المنيف الكاتب اليومي في عدد من الصحف له آراء جاذبة للشباب السعودي معنا ضيف يا هلا الليلة. حياكم الله مشاهدينا في برنامج يا هلا بالشباب. اهلا فيكم اصدقائنا من جديد. ايش اولى فقراتنا يا عبد العزيز؟ اول فقراتنا هي من نشرتنا مع اخبار السعوديه لكن بالارقام وليس بالكلام. عشرة آلاف صوت تحسم انتخابات غرفة جدة والمرشحون يغازلون بوعود الإصلاح. 16 روائيا عربيا إلى قائمة البوكر الطويلة والبشر ضمن القائمة. 34,000.5 جولة تفتيشية على السلامة بالمنشآت. 108 فعاليات في مهرجان جازان الشتوي السادس. 103 مليارات ريال أصول صناديق الاستثمار العامة في السعودية. 3 مناهج جديدة تدخل مدارس تعليم الكبار العام المقبل. 141 حالة مصابة بفيروس كورونا في المملكة منها 57 حالة وفاة. 1.1 مليار ريال لمشاريع وبرامج أمانة الأحساء. 200 جلدة لموظفين في شركة سيارات بعد سحب سيارة عميل. 15 عام سجن ل14 سعوديا بعد إدانتهم بالإرهاب. 53 مشروعا تحقق أعلى نسبة توظيف للسعوديات في صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة. 35 فعالية تحتضنها الخبر في مهرجانها السياحي الأول عيش جوك. 3 مراحل جديدة لتطوير منتزه الردف. 727 فندقا استقبال المعتمرين والزوار خلال إجازة منتصف العام بمكة المكرمة. نتابع مع مقطع اليوتيوب الأكثر تداولا في السعودية أيضا الكاريكاتير اللي اخترناه لكم من أحد الفنانين اللي يصدرون رسومهم في الصحافة السعودية. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من صحيفة الرياض للفنان ربيع الذي يصور ساخرا حال العاطل المعلق بين القطاع الحكومي والخاص. الفيديو الأكثر مشاهدة اليوم النشرة الرياضية للأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر. إدارينا بهذه هذا يجيبون الناس مختلفين في الإدارة الحزموية. المثل يقول إذا خطبك الجاهل كملها. وش انسحاب؟ فأنا لا أحبذ كلمة انسحاب، أنا لا أتشرف أن ألعب في هذه البطولة. ما عنده مز الرجل تقول كلمة برد عليك بعشر، يعني حتى بعدين مع الإعلاميين يعني ما يقول إنهم بدقون عليه في برنامج، لا بدقوا بشارك يعني ما بتروح أنت أي وقت بدق واتصل على كيف كنت تسولف عن النصر ولا على كيف. الهاشتاج الأكثر نشاطاً اليوم القبض على متحرش الشرقية، إذ قبضت شرطة المنطقة الشرقية على الشاب المتحرش بطفلة المصعد مساء البارحة، حيث اتضح بأن الشاب عشريني من أرباب السوابق ومضطرب سلوكياً. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطع الفيديو المنشور على موقع يوتيوب يظهر فيه شاب وهو يقوم بحركات مريبة مع طفلة ترتدي الزي المدرسي وهي تقف أمام مصعد في إحدى البنايات. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم. شارك 17 طالب وطالبة في مسابقة الخوارزميات اللي أقامتها الجمعية العالمية للرياضيات في هونغ كونغ من بين 500 مشارك من عدة دول. المسابقة اللي شارك فيها طلاب من كوريا وكندا وأمريكا حصل الطلبة السعوديين فيها على المركز الثاني والثالث. والمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي.
عندما يعانق الإبداع أنامل الصغار وتملأ قدراتهم آفاق المحلية والعالمية، تخرج صورة بهية في أروع حللها. والموعد هذه المرة هونغ كونغ، عقد من 17 طالباً وطالبة طوقوا النجاح، وذلك في مسابقة الرياضيات الذهنية والتي تقيمها الجمعية العالمية للرياضيات الذهنية ياما كل عام، وفي دورتها 14 والتي أقيمت هذا العام في هونغ كونغ. كان لأبناء هذا الوطن كلمتهم بين أكثر من 500 طالب وطالبة من عدة دول، حيث فاز 3 طلاب بالمركز الثاني و14 طالبا بالمركز الثالث في كرنفال بديع. الفريق السعودي يتكون من 17 مشتركا، 10 مشتركين من الطائف و4 من جدة و3 من الرياض ومشارك من حفر الباطن. ويأتي هذا الإنجاز بعد التغلب على العديد من الدول العريقة ككوريا الجنوبية وكندا وأمريكا وماليزيا في مسابقة الرياضيات والحسابات الذهنية، ليرفرف علم المملكة عاليا في سماء هونغ كونغ، ويرسم الطلاب والطالبات لوحة بديعة بعد التتويج على مسرح المسابقة. نرحب بضيوفنا هنا هيا الحسين وأسامة طارق، وأيضا من استديوهاتنا في جدة وسام الجعيد، المشاركين في مسابقة الحساب الذهني. هيا لو سمحتي اشرحي لنا ايش هي طريقتك في الحساب الذهني. هي طريقة بالعدد الصيني اللي هو الأباكس، نحل يعني القسمة والضرب والجمع والطرح، وتمكننا نحل ذهني نتخيل العداد. حلو، ما شاء الله، فكرة حلوة. طيب أنا عندي سؤال، تعتمدون على إيش بالمسابقة هذه؟ بسأل أسامة. على الأباكوس العداد وعلى الحل الذهني. حلو حلو. طيب إيش المميز فيها وكيف كانت مراكزكم؟ الحمد لله بفضل الله ثم بفضل المدرسين والتدريبات أخذنا مملكة المركز الثاني والثالث. ما شاء الله، حلو ما شاء الله. التدريبات، كيفية التدريبات والمدرسة لها الدور؟ كنا ندرب بشكل يومي، كنا ندرب بالمدرسة إذا كانت في فراغ خاص نطلع العداد ورقة وندرب، وبالمعهد يعني بأشياء زي كذا. حلو. طيب يا أسامة كيف طريقة التدريبات؟ التدريبات كنا نروح المعهد من الساعة 2:30 لين الساعة 5:30، نتدرب على نماذج وصفحات، وكنا نحل تقريبا بالفترة هذه 3 نماذج وأكثر. حلو ما شاء الله، حلو. طيب أنا معليش بنتقل لجدة، بسأل أسامة. وسام معليش، كيف اشتركت بالمسابقة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتركت بالمسابقة، التحقت بعدة دورات وعدة مستويات التحقت عن طريق الأباكس العداد الصيني، التدريب والتكثيف، ومن ثم تخيل العداد والحل ذهنيا. حلو. طيب معليش، لا ما سألي سألي. طيب وسام، عفوا ايش كان اسمه؟ الى اي مدى المقارنة بين مستوى الطلبة العرب والاجانب يا وسام؟ ما في اي مقارنة، العرب زي الاجانب، ما في فرق، ما في فرق بينهم. ما كان في فرق يعني. حلو. طيب شكرا يا وسام.
طيب يا هيا، كم سنة أنت تتدربين على المجال اللي أنت الحين كملت 5 سنين ونص. حلو ما شاء الله. ومن وأنا بسنة ثانية بس فيها بينها تفاصيل يعني طويلة. حلو، مو ورا بعض. بس طب ناوية تكملي ولا خلاص؟ أنا مرة ناوية أكمل. ناوية تكملي خلاص إن شاء الله التوفيق. يعني الحمد لله مرة فادني بالرياضيات. الحمد لله أهم شيء. طيب وسام، المدرسين اللي ساعدوك ممكن تذكرهم لي؟ الأستاذ ريم، مع ريم، والأستاذ أحمد رضا، والأستاذ هناء صحاف، وفي الأستاذ سلامة بالطائف. هو لما كان هو كان مشرف على المعسكرات اللي كانت بالطائف، هو اللي كان يزودنا بالمعلومات. طيب هل فادك الشيء أو المجال اللي أنت فيه بالمدرسة؟ أكيد، كنت بطيء شوية بالمسائل الحسابية، وكنت دائما أستخدم الورقة والقلم، لكن الحين العداد وأحيانا أحلهم. طيب حلو وسريع. يا سلام، ورينا العداد يعني كيف طريقته. أول هذه هنا الفايف الخمسة، وهنا الفور والوان والثري والفور. طيب وجه الكاميرا عشان نشوفها، هنا الكاميرا اللي هنا وجهها، حطها كذا. حلو. الكاميرا هذه. طيب كيف طريقة استخدامها؟ كيف يستخدمونها؟ بالأول يكون مصفر كذا العداد. حلو. يكون كذا. لما يحلون المسألة يصيروا يزودون على حسب المسألة. على حسب المسألة. حلو. على حسب الرقم. يعني تصفى لهم العدد يعني؟ التصفير كذا. طيب وش رايكم نعطيه سؤال؟ نشوف. طيب حلو. طيب طريقة الأسئلة، عشان أنا بعطيك سؤال، هل مثلا أعطيك أقولك 5 ضرب 7 ضرب؟ أنتم ما شاء الله ما تتعاملون بالخمسة والسبعة، تتعاملون بأعداد كبيرة صح؟ طيب أعطيك أعداد كبيرة. حلو؟ نعطيه. طيب 54 ضرب 16 على الورقة. طيب يعني أنا أكتبها ولا أنت؟ أنت. طيب أنا كم؟ 54 ضرب 16. 54 ضرب 16 ضرب 125. لا يعني كذا هي يعني ما هي مستمرة. لا بس عددين. طيب حلو أعطيني. كم؟ 8864. ما شاء الله صح. حلو يعني هذه طريقتها، بس تعط كذا ويصفى لك العدد. يا سلام. طيب بس هيا، الأساسيات للتعليم طريقة الحساب. هو بطريقة بالعداد، يعني بس نحرك الخرزات بطريقتنا اللي احنا نعرفها ويطلع لنا الجواب، بس لازم ترتيبات يعني بأنظمة، مو على اللي احنا نختار. لا حلو. لازم يكون في قوانين. اكيد لازم يكون في قوانين. طيب يا هيا، مين اللي ساعدك في البيت؟ مين اللي كان داعم والمشجع ل اهلي كلهم الحمد لله. ماما وبابا واخواتي واخواني يعني اهلي بصفة عامة، خالاتي يعني الأقارب بشكل عام. إيه الله يخلي لك. ويعني الخوارزمي، المعهد، المدرسين والمدربات. ما شاء الله، يعني كان لك داعم دواعمك كثار. طيب راحوا معك الداعمين معك على هونغ كونغ ولا ما راحوا؟ إيه الحمد لله راحوا. راح راح. حلو ما شاء الله. طيب واستفدتي؟ أكيد استفدتي. مرة استفدت. طيب والحين كيف صار الوضع معك في الرياضيات؟ أحسن أكيد أحسن. إيه بس إنه في المدرسة. بالمدرسة يعني بسرعة يعني أسبق البنات يعني. ما شاء الله. بالمسائل الحمد لله. الحمد لله جميل جدا، ونتمنى لك أكيد التوفيق يا هيا. الحمد لله. طيب أسامة، أنا أبي أسألك، المدرسين اللي ساعدوك بالمدرسة
مين؟ في عندي الأستاذ يوسف زيدان، هو أكثر واحد ساعدني. من هو؟ كان أستاذ يوسف زيدان. ونعم نعم. أستاذ محمد صوفان. طيب الطريقة التقليدية اللي إحنا عارفينها اللي متعودين عليها هي أفضل ولا الطريقة هذه بالحساب؟ الطريقة هذه أسرع ويكون الجواب دقيق أكثر. دقيق أكثر. طيب هل تتمنى أن الكل يتعلمها؟ أكيد، وأتمنى أن تكون بكل المدارس، تكون موجودة وتكون مادة أساسية. طيب أنا عندي سؤال، كيف الآن يعني هل هي هذه تباع مثلا بالمحلات أو أنها مثلا ناس معينين نفسهم اللي بالمعهد الخوارزمي أو الخوارزمي الصغير، هل هم الوحيدين اللي يستلمون هذه ولا أنا مثلا أقدر أشتريها من مكان معين؟ ممكن أنك تلاقيها بعض المحلات. بعض المحلات بس، مو كل المحلات، بس هي يعني تكون جاية أساس من المعاهد. من المعهد. حلو ما شاء الله. طيب الحين ننتقل لصديقنا وسام اللي في جدة. وسام، متى بدأت وكم سنة صار لك في هذه المسابقة، وإيش هي المسابقة اللي خلتك تنتقل لهونغ كونغ؟ بدأت من عام 2011، سنتين ونص تقريبا، والذي ساعدني ووصلني إلى هذا البرنامج أخي باسل، ومن ثم الأستاذ سليم الشيخ خليل. أها جميل جدا. طيب وإيش هي المسابقة اللي كانت هنا في السعودية؟ يعني مسابقة على مستوى المناطق تصفيات، إلى أن وفقنا الله إلى المسابقة الدولية العالمية. جميل جدا، بالتوفيق إن شاء الله. طيب شكرا يا هيا، شكرا لجميع أصدقائنا وضيوفنا اللي كانوا معنا في فقرتنا الحين، ومرة استفدنا منهم أكيد. صح يا عطال؟ صح. أنا هذه فكرت أني بشتري. طيب أصدقائنا، فاصل نرجع لكم، ما تروحوا بعيد، خلوكم معنا. للتشجيع الرياضي، طقوس هامة برزت مؤخرا على الساحة السعودية، وأصبح التشجيع لا يقتصر على الشباب فقط وإنما على الفتيات أيضا. التشجيع هذا انتقل مع طالباتنا المبتعثين وطالباتنا المبتعثات وطلابنا المبتعثين إلى الخارج، وأصبح التفاعل أكثر، الانعكاس والتحدي أصبح عامل مهم في هذا التشجيع. فكيف هي حياتهم هناك؟ هم الذي يميزهم. معي هنا في الاستديو عبد الله الشمري، حياك الله يا عبد الله. ومعي ايضا محمد القرعاوي، يا هلا بك يا محمد. الله يحييك ويسعدك. مبتعثين سعوديين في امريكا، حياكم الله. الله يحييك. اللي يميزكم كمشجعين، وكيف انتقلتم من التشجيع هذا للخارج؟ ابي اسال اول شيء الشمري. والله في البداية نادي النصر احنا ما شجعنا، احنا حبينا النصر. انا وانا في الرياض يعني كنت دائما احضر النصر، وفجأة كذا خلصنا من دراسة الثانوية انتقلنا لأمريكا لإكمال المستقبل الدراسي. ما تركت نادي النصر في الرياض، بالعكس اخذت نادي النصر معي هناك، وصرت اتابع النصر اول باول في الكلاسات، يعني في كل مكان. يعني صراحة صرت أواجه هناك صعوبات، يعني صرت أتابع النصر بشكل يعني غريب جدا، إن الجوال حطه بين الكتب وعشان تيجي ما تشوف زي كذا، خذها ربك. حلو. طيب إيش اللي يميز النصر عشان تشجعهم؟ والله إحنا عندنا في العائلة من صغيرنا لكبيرنا تربينا على حب نادي النصر، فخلاص يعني هذا النادي حبنا كله في العائلة، وعشان كذا انه النصر يعني اخذت سميته لانه العالمي بعد. ها لانه عالمي وما زلنا متصدر يعني للان الحمد لله. ايش انك جيت عندنا باستديو هذا؟ طيب الفتيات البنات المبتعثات كيف يشجعون برايك يعني، وهل عندهم ثقافه تشجيع كانت اكثر في امريكا ولا هنا؟ تقصدين الفتيات السعوديات؟
بشكل عام فتيات. الفتيات بشكل عام مو مهتمين الكرة كثر الشباب. صح. بس يعني لاحظنا في أمريكا إنه في بعض الفتيات ينظرون كرة، يهتمون الكرة، تلقى يتابعون في تويتر ولا يتابعون مباريات، خصوصاً إن إحنا كنتابع المباريات عن طريق الإنترنت. فتلقاهم متحمسين شوي في الكورة، وتلقاهم تحاليل في الكلاسات، وأحيان فزنا انهزمنا. صح. بس في الأيام الأخيرة في بنات كثير حتى بالمدارس وفازوا وما أدري إيش، وفي كثير. صح. هو الحين الرياضة ما تخسر على الشباب، يعني في بنات يشجعون الكورة ويشجعون الأندية، تلقاها مثلا من الصغر كانت تشوف الوالد أو الوالدة تشوف المباريات تتحمس مع الأهل، تلقى الأبو إذا فاز الفريق الفلاني طلعهم طلعة ولا عشاهم ولا شيء، يعني زرع حب النادي في الفتيات والأولاد. لا وغير كذا ترى الشباب الآن مؤثرين مثلا بالمواقع الاجتماعية، انستغرام وتويتر وكذا، فتشوفها يعني مثلا تشوف الأخبار كثير. صح. فمثلا تشوف هذا يتخانق، الهلال يتخانق مع النصراوي والنصراوي، فتتحمس البنت ودت تشوف المباراة، ودت تشوف من يفوز الهلال ولا النصر، أو مثلا النبوة هلالي خلاص مع أبوي مع أبوي. تلقاهم يدخلون تحديات مع بعض، تلقى البنات يمكن في الجامعات ولا الكلاسات وشيء، فريقي فاز فريقك فاز الفريقي فاز بعشيكم وتعشيهن ومن هالكلام يعني. وحتى هناك في أمريكا العشيان أكيد لازم في تعديات هناك شد يمكن بعد بين الهلالية والنصراوية والطبيعة السعودية بس الرهن يا عشا يا فلوس. السنة هذه أنا اللي كسبت تحدي للآن، كسبت تحدي قدام واحد هلالي، قدام واحد أهلاوي، قدام واحد شبابي، الحمد لله يعني. وما شاء الله وعشيان 24 ساعة الحمد لله. أنا اللي يعني الحمد لله المكافأة ما بقى منها شيء يعني، كلهم أنا اللي بقيت عندي المكافأة. طيب حلو. طيب يعني برأيكم البنات ما يتخانقون لو صار كذا شيء؟ والله للحين أنا ما شفت خناق، بس الله يستر. مع سنوات يمكن تصير. يمكن الموسم الجاية يمكن تصير. طيب الفرق اللي يشجعون هناك بأمريكا بالغالب يعني أكثر شيء وش هي؟ طبعاً الفرق اللي هو نادي العاصمة اللي هو الهلال والنصر، وأندية جدة اللي هي الاتحاد والأهلي، هذه أتوقع أن أغلب المبتعثين يعني عليها التركيز، خاصة الجمهور السعودي يركز على الأربع فرق دي، هي اللي دائما تنافس على الدوري تنافس، وفي بعض الجماهير تشجع الشباب نادي الشباب. طيب أنا عندي سؤال الآن، هل كرة القدم يعني الكرة بشكل عام متابعينها اللي بأمريكا أكثر ولا كرة السلة؟ أنا سمعت أن كرة السلة يعني أي واحد يبتعث تلقاه يرجع يعني متحمس بكرة السلة. صح. فهل كرة القدم يعني تأثر خلاص يصيرون الناس يسحبون عليها ويروحون على كرة السلة لأنه كل اللي معهم كرة السلة ولا؟ صدقت في هذه النقطة، يعني أنا أشوف بعض المبتعثين إذا خالط الأمريكان دخل معهم في الجو، تلقاه إذا صار معهم يتابع كرة السلة أو كرة القدم الأمريكية، وتلقاه أحيانا يحضر ويتحمس هذا الشيء، بس ولو يظل الهلال والنصر والدوري السعودي له طعمه، له يعني إذا جلس بين ربعه بين زملائه في مثلا في الشقة ولا في الجامعة، بعض الأحيان بالجامعة نجتمع نشوف المباراة في البريك، صار عندنا وقت الغداء، فيحن للدوري فيرجع، فمهما يكون إنه تلقاه يتحمس مع الدوري كرة السلة وكرة القدم الأمريكية، بس استل يتابع الدوري السعودي واستل يتابع فريقه ويتحمس له ويشجعه. صحيح. طيب ايش هي ابرز ذكرياتكم لما لما رحتوا، يعني ايش كانت اجمل الذكريات عندكم لما تقعدوا وتشجعوا كذا؟ والله شوفي طبعا اكثر مباريات النصر او الهلال دائما تكون فتره الظهر عندنا تقريبا الساعه 12، فنادر ما نجتمع مع بعض بحكم الكلاسات، فكل واحد بكلاسة وكل واحد مختلف يعني، فزي ما قلت لك إنه إذا 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 صار في ويكند وصار في مباراة للنصر، أنا والله من ناحية إني أجمع ممكن 7 أشخاص أنا متواصل معاهم ونحضر في الشقة هناك ومع الكبسة طبعا الظهر، فنحضر لأنه يعني نبغى شوي نحس إحساس إنه حنا في المدرج مع الجمهور، فأحسن من تشوف إنك بالحالك ولا. ها حلو. حلو. طيب الحين ايش رايكم نروح نشوف هذه الصوره ونشوف ايش تعليقكم عليها؟ يلا يلا مشينا. وش تعلق؟ والله هذه انا قبل لا اطلع لامريكا مريت المتجر النصر وشريت لي تقريبا ما يقارب 4000 ريال سعودي، من ضمنها اشياء لي ومن ضمنها اشياء اني انا احب اني اوزعها على الطلاب الامريكان هناك، يعني زي ما تقول متجر صغير يعني للنصر هناك. بس مو يعني والله هدايا تكون للامريكان اني اوصل لهم، لان انا هو نادي يعني نادي عالمي،
فأكيد أنهم عارفين النصر من أول ونوصلهم يعني كصورة ثانية للنصر. يعني اللي بأمريكا عارفين؟ نادي عالم أكيد أنه عارفين. طيب يأخذون منكم هذه الأشياء يعني تعطونهم إياها يعني؟ والله لا أعطيهم هم يقولوا لي وش هذا؟ يصاروا عارفين ليش توزع عليهم؟ إيه هم عارفين. هم عارفين ما يحتاج إنك توزع عليهم عشان يلبسونها واللي ما يعرف النصر يعرف تنشر النصر هناك. هو مشهور خلق النصر يعني. أنا كهلالي ما يحتاج إني يمكن أنشرها على الهلال أو أوزع أشياء لأن فرق الجمهور نفسه الجمهور نفسه هو يتابع وشو؟ لا بس أنت لسه توك ما طلعت العالمية وإن شاء الله طلعت. طيب عندنا صورة ثانية نفس الشيء. نبي التعليق عليه. والله هذه كان عندنا تقريبا ويكند ربطت الويكند مع يومين سافرت لنيويورك وطبعا معروف هذه الساحة ساحة التايم سكوير من أشهر الأماكن السياحية في نيويورك وخط طبعا معي العلم أنا طبعا صديقي العلم نصراوي هذا وين ما سافر معي فوالله طلعت على أكبر شاشة في نيويورك وطلعت العلم والله يمكن اللي كانوا في الساحة ممكن يجين تقريبا 500,000 شخص في الساحة هذه لأنها ساحة كبيرة وهذه أكبر شاشة وتواجد علم النصر فيها تواجد علم النصر لاحظ هذا الشيء منتشر يعني بين السعوديين تلقى يأخذ العلم النصر أو يأخذ علم الهلال وإذا فاز فريقه يتمشى في الشارع وشوفه ترى يعني فايز مبسوط راح يعني يصور بالملعب يعني يرفع علم النصر لا يروح يتمشى في الشوارع بس ويصور بس هذا حتى في الانستغرام جمهور النصر يعني بكل امانه يعني احنا انت معي في واشنطن وما تشوف ان جمهور الهلال دائما يطلع بالاعلام لا بس في جمهور الهلال يطلع بعض الاحيان بس يمكن ما يصورون في الانستغرام يحطونها هذا اللي ما صدقوا على الله يا رجال تصدرون خلينا نكون واقعيين صح خلينا نكون واقعيين يعني النصر ما كنا نشوفه انتم عالم يا خلاص هو شوف هو طبيعي ليش ليش الحماس هذا كله على التصدر شوف هو طبيعي اي فريق يمر بمرحله تعثر والنصر مر بمرحله تعثر وجت ازمات يعني ولا الحمد تعدى وجاء فيصل بن تركي اعتقد انه بنى الان فريق جديد وهذا هو الثمار الحين احنا قاعدين نشوف صداره الى الان لكن لسه تونا على الدوري ان شاء الله باقي تقريبا 9 جولات والله عاد يكتب لكن بلا. النصر الموسم هذا يعني معطي نكهه للدوري يعني الجماهير متحمسه وتشوف الاعلام كله مسيطر خصوصا المنافسه بين الهلال والنصر يعني الدوري السنه هذه مسكت على قولتهم طيب انا عندي سؤال يعني الحين كل شيء شفته انا للنصر ما في شيء ولا ما شفنا شيء يعني ما تسوون اشياء انتم إلا نسوي أشياء بس أنا ما دريت عن البرنامج اللي اليوم الصبح فما أمداني أرسل لكم صور وأشياء فهذا السبب بس طيب الحين إيش رأيكم نشوف كمان هذه الصورة ونعلق عليها تفضل متصدري تصدر تكلمني هذه اللقطة حلوة الصراحة هذا كان في مهرجان الهالوين فكان هذا العبارة عن كل واحد يلبس يعني زي تنكري ففي واحد من مشجعين النصر المخلصين للنصر مين هذا؟ خوي عبد الله جاي متنكر بلبس النصر طيب حلو ناخذ فاصل ثم نعود اليكم برجليك؟ حتى لو كان ابنك بيحفر برجليه ولا يهمك وحتى لو لفينا الشراب كمان تايد يذيب الأوساخ حتى في أصعب الأماكن زي الشراريب عشان يعطيك بياض تايد المضمون مهما يكون جاهز الحفر؟ مهما يكون بياض تايد مضمون حياكم الله معنا نرجع للاستديو مره ثانيه معي عبد الله الشمري الله يحييك ومعي القرعاوي محمد يا هلا بك عندي سؤال طيب التعصب هل ينتج منه يعني تجمهر وانا يعني مثلا انا نصراوي ما اكلم النصراوي ما اكلم الهلاليين وانا هلالي ما اكلم النصراويين هل يعني صدق يصير بامريكا هذه لا انا اشوف في الولايه اللي انا ساكن فيها ما اشوف هذا الشيء
فبعض الأحيان نشوف المباراة مثلاً نشوف المباراة في الجامعة فيصير في كمبيوتر كمبيوترين يصير مثلاً إذا وافقت مثلاً مباراة الهلال والنصر بنفس الوقت فتلقى اللي يشجعون النصر جالسين يمين ويشجعون الهلال جالسين يسار ففي مشاهدة بالكلام مجرد ما تنتهي المباراة ينتهي كل شيء آخر شيء إحنا أخويا وعيال وطن واحد راح نمثل وطننا يعني لازم نشرف وطننا ما اتوقع ان كوره تفرقنا يعني صحيح هي الكوره طبعا تجمع يعني صحيح الكوره تجمع وتو انا وعبد الله قاعدين نشوف مباراه الهلال والاتحاد جالسين جنب بعض وبناخذ صور مع بعض ومبسوطين كلش كويس حلو طيب احيانا التجمهر يؤدي لمثلا يعني تصرفات يعني مو حلوه انتوا كيف ممكن انكم تنصحوا هذول الناس اللي كذا يسوون انهم يتجنبوا هذه الصفه هي الكوره هي متعه فلازم يعني اننا ما نتعدى حد المتعه يعني تفرع مباراه نتحمس نحلل تلقى الواحد هو يشوف مباراه يتحمس تطلع منه كلمه كلمتين مجرد ما تنتهي المباراه خلاص ما اشوف انه يعني ما له داعي ان الواحد تلقاه يشككون في الحكم وفي النوايا او يدخلون في جدال مع الجمهور المنافس الفريقه انا يعني اشوف انه غلط يعني في النهايه كوره صحيح صح واهم شيء طبعا الروح الرياضيه اهم شيء الروح الرياضيه لا الروح الرياضيه موجوده هناك في امريكا والكوره طبعا هي تجمع ما تفرق والكوره اخلاق لكن الوقت هذا اتوقع انه في بعض الاعلاميين هم من زرعوا تعصب بين الطلاب انا اكلمك عن الطلاب المبتعثين اللي انا دائما اشوفهم بكل امانه في تعصب كبير هناك وش سببه بعض الاعلاميين بعض الاعلام صار الان بس يتكلم يعني على الفريق الثاني يعني بدون ذكر اسماء في بعض الاعلاميين متعصبين جدا شخص يظهر مع في قنوات فضائيه دائما ما يتكلم على نادي النصر زي كذا فانا من حقي اني 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 انا غير على النادي فاتوقع انهم الاعلام بدال ما احنا شباب بدال ما يثقفونا بدل ما يوعونا بالعكس نشوف والله العظيم تعصب يعني انا لما ادخل بروفايل شخص يعني اعلامي هلالي عنده فوق ال 400 الف متابع دائما كل ما ادخل الصفحه حقته والله العظيم اني القى كاتب عن النصر يا رجل اكتب عن نادي الهلال لا ما في كله عن نادي النصر فانا اضطريت اني دائما اخذ اخبار نادي النصر من هذا الشخص فهو يتوقع انه لو يهدي بس شوي ويركز طيب في الفريق اكيد يعني بنفس الوقت في اعلاميين نصراويين كل تركيزهم الشاغل على نادي الهلال لا لا الفتره هذه صدقني لا اكيد يعني ما في هذا شوف بس الرجل بس الاعلاميين الهلاليين هم يركزون لا نكون واقعيين نكون واقعيين معليش يعني لا كل الاعلاميين كل الاعلاميين يعني حتى الشباب والاتحاد والاهلي صح انا معك انا 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 معك في بعض الاعلاميين النصراويين متعصبين هذا شيء طبيعي لكن الرجل ما احب اذكر اسمه يعني تعدى مرحلة التعصب جدا هو مع الأستاذ وليد الفراج دائما يطلع الهواء لكن مرة يعني دائما ما يسبب لنا التعصب كلامانا طيب أكبر دليل أنك الآن يعني تكلمت يعني أنتم كنصراويين ما تركزون إلا على الهلال صح مستحيل أنا أتمنى أني مثلا يعني ما هو مثلا ضد أنا ماني ضد فريق النصر لكن أتمنى أني أشوف نصراوي يتكلم مثلا على نادي الاتحاد او يتكلم مثلا على نادي الشباب لا شوف انا النصراويين ضد الهلال الهلاليين ضد الكل اسمع انا بعلمك شيء واضح وشيء صريح يعني السنوات الماضيه احنا كنا كل تفكيرنا في نادي الهلال يعني انا من الناس اللي كنت اتحمس بكل امانه انا من الناس اللي كنت اتحمس انه الهلال يخسر لا خلاص والسبب الرئيسي في نجاح نادي النصر هو الامير فيصل بن تركي السنه هذه الامير فيصل بن تركي فكر فقط في نادي النصر ابتعد عن التصريح اللي كان دائما يصرح في السنوات الماضيه ولله الحمد يعني النصر الان خلاص صار ينظر بس للامام لو ما صار الاداره الاهليه ما تصرح عن النصر ولا من زمان يعني من سنوات كثيره هذه يعني النصرويه فعشان كذا يمكن احنا دائما من ناجحين ودائما الناجح محارب يعني انا اشوف الهلال محارب مو بس من النصر من كل الانديه يعني طيب ليش ما سالت نفسك ليش الهلال محارب من جميع الانديه؟ لانه ناجح فريق ياخذ اقل شيء يطلع كل سنه بطوله بطولتين يعني يغارون منه وهل انت مقتنع بالبطولات هذه؟ اي مقتنع منها بكل اقتناع يعني اجل انا مقتنع بالعالميه هم اقل شيء انهم اخذوا بطوله واحده وقفوا قالوا خلاص صح احنا عالميين ما ناخذ البطولات وهذا هم يحققون كل ما تكلمت مع مثلا النصراوي في السابق قال لي ماجد عبد الله فهد الهريفي خلاص ذولي يعني طيب انت ماجد انت جبت طاري ماجد طيب التاريخ كله طيب بامريكا برايكم يشجعون زي ما يشجعون هنا يعني المشجعين واللي يتحمسون يعني زي اللي هنا؟ يعني هنا يصير همج الصراحه لا هنا لا في امريكا ما
يعني تصير مشغولين في الدراسة أحيانا، فخصوصا أن توقيت المباريات مثلا يكون الظهر أو شيء زي كذا. طيب فما يكون في ذاك الحماس اللي في، صح نشوف المباريات نتابعها بس ما يكون ذاك الحماس اللي نفسه هنا، خصوصا مثلا اللي هنا قريبين من الهلال، قريبين من النصر، قريبين من الإعلام، فهذا يمكن هذا اللي يأثر عليهم إنه يزيد شوي في حماسهم. لا ماش حمد، لا تعمم، هذا فقط يمكن عند جمهور الهلال، جمهور النصر متعصب جدا على نادي. معليش. طيب نشكركم لحضوركم معنا اليوم، استمتعنا كثير، أنا بصراحة مرة استمتعت وأكيد كمان عبد العزيز استمتع. بس ضايق صدره ما أدري. لا والله ماني ضايق صدره، بس أنا عجبني صراحة النقاش حتى بالاستديو معنا الهلال والنصر دائما متعاضي، حداك تشوف نصراوي يتفق مع هلال. بس صدقني بنطلع أنا وعبد الله سوا الحين يمكن نروح بسيارة واحدة بعد. إن شاء الله. أصدقائنا فاصل قصير نرجع لكم، خلوكم معنا. يا هلا ومرحبا فيكم أصدقائنا من جديد. عبد السلام المنيف طالب في المرحلة الثانوية يجاري حروف أقلام الكتاب المخضرمين. أيضا المنيف يلامس خط الجراءة في نقده ويتحدث بقضيتهم بقضايا أبناء جيلي سواء في المدرسة أو طموحاته. أهلا وسهلا بك يا عبد السلام. أهلا وسهلا بك أخي الفاضل، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. عبد السلام، من متى أنت تكتب؟ وهل لك هواية أو رسالة يعني تحب أنك توصلها لنا أو أصدقائنا المتابعين؟ والله طبعا الكتابة بديت لها من سنة تقريبا، وصراحة الحمد لله أني بالتوفيق من الله، والرسالة الذي أوجهها طبعا للأخوان أنه الكتابة هواية، وإذا كنت تكتب فالكتابة طبعا لابد أن ترى القضية وتكون ضمير للوطن والمواطن، وكتاباتي طبعا تلامس قضايا المواطن. حلو. وطبعا من هواية التصوير والكتابة. حلو. في أحد يساعدك في كتابة المقال أو تصحيحها يعني؟ والله الحمد لله أكتب مقالي بنفسي، لكن من يدعمني والدي حفظه الله. طيب التصحيح؟ التصحيح طبعا يتم عن طريق الجريدة، التصحيح إذا كان هناك خطأ لما يعني ما اكتشفته فيصحح الجريدة إن شاء الله. حلو. طيب يا عبد السلام، كتبت مقال بعنوان ناقوس الخطر يدق في مدارسنا بصحيفة الشرق، وكنت تتحدث فيها عن اعتداء الطلبة على المعلمين، طيب ايش السبب برأيك؟ السبب رأي انه ما في توعية لهذا الطلاب وغياب الرقابة عليهم، المفروض انه يكون لهذا الطلاب برامج توعية يعني من بداية الصفر إلى بداية العشرة. طيب جميل ما شاء الله. طيب برأيك إيش دور المعلمين في تعليم التلاميذ؟ المعلمين إيش دورهم في تعليم التلاميذ؟ دور التعليم التلاميذ طبعا يتم أنه يوصل له الفكرة وما عليه إلا الشرح لهذا الطالب والطالب يستوعب، والمدرس طبعا يكون لنا قمة في التفهيم وهو الأول في بداية من المشوار. حلو. طيب ليش الطالب يعتدي على المعلم يعني طالما أنه يوصله المعلمة ويخاف على مصلحته، يعني ليش؟ والله هذا شيء فكري، طبعا الكثير من الطلاب يعتقد أن المعلم لديه فكرة سيئة عليه، أو أن الطالب يكون ما عنده البنية النفسية الجيدة حتى يحكم على الأستاذ، وما الأستاذ اللي يحب له المصلحة والمنفعة.
أمنيتك في 2014 هي عنوان لمقالك أيضا من الأسوأ والأفضل في عام 2013 وتريد التغيير في العام الجديد. اي نعم. حلو. التغييرات طبعا، وانا في السطر الاخير ذكرت انه الاهم والاهم والاهم للمواطن هو تعليم وصحة وسكن. اذا كان المواطن لديه سكن فانه يعني سيكون مرتاح حاليا ونفسيا. وايضا التعليم ضروري جدا لنا. صحيح، اكيد التعليم والصحه. اذا كان الناس يعني يكانوا اذا كانوا الناس يعني في الصحه ما لم يروا معامله جيده، وبعض حالاتنا في الوزاره في بعض حالاتنا في المستشفيات الصحيه في حاله غير جيده نهائيا. طيب، تحدثت بجرأة عن الواسطات وقلت في عنوان لك انتشر الوباء فهل من طبيب؟ وين انتشر هذا الوباء يعني، وليش، وإيش هي مطالباتك؟ طبعا هذا الوباء يعني منتشر في أي مكان وفي أي دائرة وفي أي فأين ما ذهبت ستجدين الواسطة ضرورية، ومن اللازم أن تكون الواسطة، وهذه هي المشكلة. طبعا مطالبتي اني انا ارى ان الواسطه صراحه يجب محاربتها بالفكر، وان اردنا محاربه الواسطه يجب ان يكون لدينا افكار توعويه للناس، فالناس اصبحت ترى ان الواسطه هو الحل الوسيط لهم، فاذا حاربته الناس سيحارب من نفسه. اما ان لم تكن الناس لديهم فكره عن الواسطه او محاربه الواسطه فستستمر المشكله. حلو، وين تستخدم الواسطه ويعني واكثر شيء وين تكون الواسطة؟ طبعا الواسطة معروفة موجودة في أي مكان سواء حكومية أو خاصة. تريد وظيفة لابد من الواسطة، تريد أن تدخل مصحة ممتازة لابد من الواسطة. يعني تريد في المدارس أن واسطات يعني في التعليم في المدارس واسطات، في المدارس واسطات شيء معروف، وبالمستشفيات وبالوزارات وبكل مكان يعني. طيب خلينا من المستشفيات. شيء أكيد الواسطة لابد منها. الواسطة هل هي فعلا بالمدارس يعني وين تكون بالضبط؟ هل الواحد يتوسط يعني مثلا عن إيش؟ أنا مثلا أبا بتوسط لولدي بإيش؟ أبتوسط لولدي أنه أتمناه ينجح إذا كان الطالب فاشل دراسيا، ويكون التحدث بين المدير والأستاذ أحيانا. أها حلو. طيب مو كذا الواسطة أفضل أنها تستخدم يعني أنه يعني ما في شيء يتنفذ عشان كذا تستخدم؟ كيف؟ ما فهمت السؤال تحديد. أنه يعني في أشياء كثيرة متعطلة علشان كذا الواسطة تستخدم. يعني الآن إذا كان لديك حق، إذا كان لديك حق لابد أن تطالب به عن طريق الواسطة من عشان تحق الحق، وإذا كان لديك باطل لابد أن تأتي بالواسطة حتى تحقق الباطل. المقالات اللي ودك يعني تكتبه وش هي؟ وسقف يعني وسقف الصحف مفتوح لك يعني، هل السقف مفتوح ولا لا؟ هو بالتحديد اللي أنا أتمنى أني أكتبه أن يكون المواطن في يوم من الأيام مرتاح بالضمير حاليا، ويكون جميع موفرات الرفاهية لديه. طبعا سيدي خادم الحرمين الشريفين أمر بأن تكون للمواطن راحة وحياة للرفاهية. طيب هذا طبعا يا تفضل كمل. تفضلي. طيب يعني هذا طبعا يكون للمواطن. تفضل اسلم. طبعا يكون للمواطن حياة رفاهية وراحة في الضمير، ويترتب على المسؤول عن ذلك هو ان يريح المواطن. طيب رؤساء التحرير ايش يطلبوا منك بالضبط؟
وسائل التحرير يعني صراحة أنا لما أتواصل مع رئيس تحرير طبعا أتواصل مع المسؤول في كتابة المقالات طبعا ما لم يطلبوا أي شيء ويتوح لك المجال في إحضار موهبتك وبيان موهبتك حتى تكون قلم حر في المستقبل إن شاء الله. الله يعطيك العافية يا عبد السلام وشرفتنا اليوم يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل. رجعنا لكم أصدقائنا، يا هلا وسهلا فيكم من جديد، ونبقى مع فقرتنا توب 5 حول العالم. في فقرة توب 5 حول العالم اخترنا لكم هذا الأسبوع أهم 5 اختراعات في التاريخ حسب دراسة استطلاع بريطانية، وجاء في المركز الأول التمديدات الصحية، والتي يرى من صوتوا لصالح التمديدات الصحية أن اختراعها بعد عام 1850 للميلاد شكل علامة فارقة في الحياة. الكمبيوتر جاء بالمركز الثاني، وذلك لحضوره الدائم وتواجده في كل بيت تقريبا في الدول المتقدمة ودخوله في الصناعات والتطور العلمي في شتى المجالات، حيث كان أول برنامج كمبيوتر عام 1936 للميلاد. وفي المركز الثالث الطابعة، وظهرت الآلة الطابعة في منتصف القرن 15 على يد الألماني يوهانس جوتنبرغ. جاءت المضادات الحيوية في المركز الرابع، فمنذ اختراعها على يد العالم الكيميائي الأمريكي سلمان إبراهام واكسمان، والذي أطلق عليها اسم المضاد الحيوي عام 1942 للميلاد، قد ساعدت الإنسان على التخلص من البكتيريا الضارة. جاء اختراع الانترنت في المركز الخامس، وذلك لوجوده إلهام في الحياة العصرية الحديثة بشكل ضروري في المجالات المتنوعة، ويعود وجود الانترنت في شكله الأولي إلى عام 1969 للميلاد، حيث استخدمت وزارة الدفاع الأمريكية في ذلك الوقت. مشاهدينا الكرام، نختم حلقتنا بأبرز الأخبار البيضاء المنقاة من الصحف السعودية، نتابع. آل الشيخ يطالب متحدثي الهيئة ومساعديهم التواصل مع وسائل الإعلام بكل شفافية. حث الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ متحدثي فروع الرئاسة ومساعديهم على التواصل مع وسائل الإعلام بكل شفافية ووضوح وتبيين ما يحتاج إلى تبيين في وقته، وأكد على الدور المهم الذي يقوم به المتحدثون الرسميون للجهاز، مبينا أنه ينتظر منهم الشيء المثمر والبناء، سائلا الله لهم العون والتوفيق في إبراز الصورة الحسنة للجهاز. حرس حدود جازان يحبط تهريب 385 كيلوغراما من الحشيش. تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية بمركز الموسم التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان الليلة الماضية من ضبط 352 بلاطة حشيش تزن 385 كيلوغرام مع 3 مهربين عن طريق البحر. وأوضح الناطق الإعلامي بحرس الحدود بجازان العميد عبدالله بن محفوظ أن المقبوضات شملت أيضا 3 جوالات وجهاز غارمن، مفيدا أن العملية تمت بفضل الله ثم بمتابعة العاملين على الرادار البحري بقسم الموسم. التربية انخفاض تاريخي لنسبة الأمية في المملكة.
قال المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني أن المملكة حققت انخفاضا تاريخيا في نسبة الأمية بلغ متوسطها نحو 6.81% بفضل الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين في محاربة الأمية والقضاء عليها. نزع 2 مليون متر مربع لصالح مترو الرياض و80% أراض بيضاء. أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن تعرفة استخدام شبكتي القطار والحافلات ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض لن تكون مكلفة باعتباره مشروعا حكوميا خدميا وليس استثماريا، وينظر للعوائد الاقتصادية غير المباشرة المتمثلة في عوائد بيئية وسلامة ووقت أقل للتنقل. خريطة طريق خماسية لردع الفاسدين. اقترحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خريطة طريق مكونة من 5 عناصر رئيسية تفضي في نهايتها إلى ردع الفاسدين وكدح وتيرة التجاوزات في جسد العمل الحكومي، وتدفع تلك الخريطة التي وضعتها نزاهة على شكل مقترحات في تقريرها السنوي الأخير الذي عرض على مجلس الشورى إلى التشهير في القضايا والجرائم التي يتأكد بالدليل ارتكابها. حملة لتوفير المساعدات الشتوية للفقراء والعمال الأجانب. نفذت جامعة الملك فيصل بالتعاون مع جمعية البر في الأحساء حملة يدا بيد لشتاء دافئ التي تهدف إلى إيصال المساعدات العينية والمادية إلى عدد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في أحياء النعاثل والصالحية والمزروعية، إضافة إلى توزيع ملابس ومستلزمات الشتاء على عمال النظافة والعمال الوافدين. شرطة الشرقية تقبض على المتحرش بطفلة الدمام. أعلنت شرطة المنطقة الشرقية اليوم الخميس القبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو الذي تحرش بالطفلة التي كانت متجهة إلى مقر سكنها في أحد أحياء الدمام. وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد القريطي أن المتخصصين قاموا بالتعامل مع مقطع الفيديو والتعرف على الجاني من خلال الصور، كما قام عناصر التحريات والبحث بتقليص دائرة الاشتباه والكشف عن هوية الجاني والقبض عليه. الإسكان تبحث مع ساما تحفيز البنوك لخفض فائدة القرض العقاري. كشفت مصادر مطلعة عن وجود نقاشات تجري حاليا بين وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي ساما تستهدف تحفيز البنوك السعودية من أجل تخفيض نسبة الفائدة على القرض العقاري التي تقدمه إلى عملائها إلى مستويات متدنية تساعد على تقليل تكلفة الإقراض على العميل، وذلك على أساس الرصد المتناقص بدلا من النسبة الحالية والتي يتراوح متوسط الفائدة فيها بين 3.25 و3.35% وبشكل تراكمي. ورشة متنقلة لصيانة أجهزة الأسر المحتاجة بشقراء. دشن قسم الكهرباء الإنشائية بالمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة شقراء الورشة المتنقلة والخاصة بخدمة عملائها في المنازل والاستراحات والمزارع داخل المحافظة أو أي مكان يتم تحديده من قبل المتصل وبأجور رمزية، والتي ستغطي جميع أنواع الإصلاحات الأساسية الكهربائية. 34,500 جولة تفتيشية على السلامة بالمنشآت. نفذت الإدارة العامة للسلامة بالدفاع المدني 34,500 زيارة لمنشآت تجارية ومهنية ودور الرعاية الاجتماعية والسجون والمستشفيات بمختلف المناطق. واستهدفت الزيارات مطابقة اشتراطات السلامة بالمنشآت والكشف والتعقيب ورصد أي مخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية. إلى هنا وصلنا لختام حلقتنا. أشكر كل من خصص جزء من وقته لمتابعتنا. شكرا لكم، ونلقاكم أصدقائنا في الحلقة القادمة بإذن الله. في أمان الله. لمسة حلوة بالكريم، بشرة تحبها كلنا نحبها. بور بيزل الوحيدة بالكريم لحماية تحبها بشرتي والامتصاص التسرب. أولويز قطنية الملمس بالكريم. الآن جربي أيضا العلبة المؤلفة من 50 فوطة ووفري 28%.